بمزيج من العناصر والمخلوقات والألوان المدهشة، افتتح معرض عوالم للفنان التشكيلي باسم الحجلي برعاية من وزارة الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين ضمن صالة الشعب بدمشق. حاولت أن أخلق هالعوالم، هي أخلق لوحاتي من خلال تجسيد الطير، حالة روحية الطير، لأنه ما بيرتبط بالمكان، فهو بيطير وبيحلق بالسماء وبيتنقل. وكانت العناصر المرادفة للحالة الجمالية، الزهور معه، الشجر، فكل ألوان بتعبر عن النقاء الروحاني. برأيي يعني من خلال اللي عم نشتغله هلأ، نحن الحركة الفنية التشكيلية السورية بلشت تتعافى، بلشت ترجع تأخذ ألقة من جديد بعد فترة الحرب اللي مرت فيها. هي ما وقفت خلال الحرب، بس رجع القلق أكبر وأكبر. نحن كوزارة الثقافة ومديرية الفنون الجميلة يعني متابعين لهي القصة، وعم نحاول قدر الإمكان. همنا الوحيد هو بالفن التشكيلي والفنان، من خلال تسويق الفنان، تسويق أعماله، استمرارية هاي المعارض، دعم الصالات الخاصة، التنويع على المستوى الجغرافي. هذا الفن السوري لازم يرجع ألقه على المستوى العالمي. المعرض ضم العديد من اللوحات يلي عم تخلق كل واحدة منها عالم الخاص بما تحتويه من عناصر مثل الطيور والأشجار والورود، بالإضافة للألوان ودلالاتها ما بين الأحمر والأصفر والأزرق والأسود. هلأ هو عنده صفة بأنه كل معرض بيشتغل على موضوع واحد. هذا المعرض مشتغل على الطيور، الطيور اللي من نسج خياله والمصادفات اللونية اللي بتطلع معه، بيعتمد تكنيك هو على اللوحة، بيعمل يعني أنا هيك دائما بنحكي أنا وياه إنه بيعمل نهر من الألوان، بيخلي المي تمشي تلون لحالها أحيانا، بس هو بيتبعها بيستخلص منها أشكال جميلة جدا، وهو بصياد المصادفات اللي باللون. اللون لحاله هو حكاية بيوديك على أفكار وإله أبعاد وإله معنى، يعني معنى مثلا اللون الأصفر ممكن يكون مرض وممكن يكون يعطيك تعبير عن النور، الأحمر ممكن يكون يعني لون يعني الإجرامي يعبر عنه، وممكن لون الحب هو كمان بنفس الوقت. لطالما كان الفن التشكيلي من أهم الفنون يلي بتعبر عن فكر وثقافة وحضارة أي مجتمع، بالإضافة لكونه فضاء واسع لأي فرد ليعبر عن إحساسه ومشاعره.